عليكم. كان وجه هذا النداء ديالي للإخوان صحاب البرنامج اللي شاركوا معايا في هذا النداء، وكنشكرهم بزاف، وكنحكي لهم على القصة ديالي. أنا عندي 3 ديال البنيات ما عنديش أمهم، ومريض بالسكر، وكنعاني بمرض الهشاشة، وكنت خدام في ريستورا من اللي جات هذا الابتلاء ديال الله سبحانه وتعالى جلسونا، وخرجتني السيدة اللي كاري عندها من الكرة، كنت كاري عندها مدة ديال 6 شهور وكنخلصها. واليوم أنا خرجت من عندها وحس أمر الله، وكريت في محل آخر وخوتي بأنني اليوم ما لقيتش اللي يساعدني واللي يوقف معايا على باش نخلص هذا الكرة، وباش نوكل هذه البنيات. لأن عندي هذه البنيات ومعايا واحدة فيهم حاملة، والسيدة حاملة معاها مشدود، ودابا بعض الأوقات ما كنلقاش لها حتى ما تاكل. وكتعرفوا الإنسان المرأة اللي حاملة ضروري كتجوع دغيا، وعندها قلع شعر وغتولد، وما لقيت لا باش ندير لها تحاليل لا حتى شي حاجة. والله غالب، وأنا كنقصدكم وكنقصد المحسنين، وكنشكر السيد من الله ينصرو اللي خايف على الشعب ديالو وخايف على بلاده من هذا المرض، وكنشكر السلطة. وهذا النداء ديالي كنوجهه للسلطة والأمن، أي واحد شاف النداء ديالي كنشكره بزاف، وكنطلب يد المساعدة، اليد قصيرة والعين بصيرة، وكنطلب من الله سبحانه وتعالى يجعل لها الداء دواء. يا رب تلطف بينا، يا رب تلطف بينا.